السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم. انا احمد جابر وبرحب فيكم بقناه مليون طريقه. اذا بتتفرجوا علينا لاول مره، احنا بنحكي في هاي القناه عن الامور الفنيه وخاصه اسرار سكب الوان الاكريليك. فاللي مهتم يشترك معنا ويفعل زر التنبيهات عشان يصلوا كل جديد. بديش اطول عليكم في المقدمه، ولكن حاحكي لكم شغلتين صغار. اول شغله انه الفيديو تحت مقسم، فاذا وقتك ما بسمح لك انك تشوف الفيديو كامل، انزل شوف اقسام الفيديو وشوف الاقسام اللي بيناسبك، ويا ريت تعطينا رايك فيه. والشغله الثانيه، لا تروحوا لاني راح احكي لكم عن المسابقه تبعتنا. والان ننتقل على الجزء العملي ونشوف الشرح. بالجزء العملي معنا اللي هو الوايت جلو. الوايت جلو يا جماعه اللي انا بشتغل فيه كل شغلي، والنتائج اللي بتشوفوها هاي كلياتها مشغوله في الوايت جلو. اعمال الفنيه كلها في القناه انشغلت في الوايت جلو. طبعا حنجيب كوب، النسب هون يا جماعه اللي هي 1:1:1. هلا انت اذا بتخلط بكوب، يعني مثلا انت بتخلط بكوب، فبتحط كوب غراء، كوب لون، كوب مي. بتخلط في معالق، فبتحط معلقة غراء، معلقة لون، معلقة مي. لو بتخلط بسطل، بتحط سطل غراء، سطل الوان، سطل مي. هذا القوام اللي بدنا نصل له. طبعا يا جماعة في هاي اللوحة احنا بنستخدم السيليكون، سيليكون اويل. هذا السيليكون، هذا السيليكون هو عبارة عن زيت خاص بالسكب. طبعا كاسه زي هاي حطينا عليها 5 نقاط صغار، زي ما انتم شفتوا النقاط صغار جدا. اللي بدي احكي لكم اياه انه في اللوحه هاي، تمام، كمان برضو نفس الاشي يا جماعه الخير. على فكره سكب الالوان عاده ماشي بيكون شوي شوي، يعني لما نسكب الالوان فوق بعض بيكون شوي شوي، ومنميل الكاسه لانه احنا ما بدنا الالوان تنخلط ماشي جوا الكاسه هيك تنمزج مع بعضها، بدنا اياها تنخلط على اللوحه، تمام، ونوصل للنتائج اللي بدنا اياها. الان هاي الالوان كلها يا جماعه الخير فيها سيليكون الا لون واحد، لون واحد بس اللي ما فيه سيليكون. طبعا هون هاي بالمعلقه الخشب ايش عملنا؟ عملنا بس هيك خط صغير في السائل فقط لا غير، تمام. هاي اللي هي تقنيه وجه الكوب بحكوها، او الكوب المقلوب، تمام. طبعا قلبنا الخليط، حلو، حنشيل هلا الكاسة الثالثة. شوفوا لاحظوا أول ما بنقلب، لما بيكون في سيليكون في السائل، أول ما بتقلب بتبلش الخلايا يعني تتفجر اللوحة في الخلايا ما شاء الله. ولسه أصبر عليه شوي، هسا لما نستخدم الولاعة كمان في خلايا يعني زيادة راح تطلع. بالمناسبة صدقوني أنا بستغرب لما الناس يعني بتقول لي استخدمنا السيليكون وما طلعش معنا خلايا، يعني ما بعرف يعني بكل أمانة، يعني 95 إذا مش 98 من اللوحات اللي عملتها ما صارت معي هاي المشكلة. فأنا فعلا مش عارف وين المشكلة مع الناس هاي، ليش ما بطلع معهم خلايا. شوفوا يا جماعة أنا هنا في اللوحة هاي كان بدي أوصل لشغلتين، كان بدي أصل يعني شوي هيك من تأثير الرخام، تمام، وبنفس الوقت يكون فيه خلايا. بالمناسبة يا جماعة ذكرنا هذا الحكي في الفيديوهات السابقة، اللوحة بدك تعطيها فرصتها، يعني بدك تتركها شوي ترتاح. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلايا موجودة وتأثير الرخام موجود، حتى الألوان تداخلها مع بعض جدا جميل، ومعطينا درجات الألوان يعني بشكل هيك سوفت وحلو. يعني في شغلة حكيناها في الفيديوهات السابقة، ألا وهي إنك لازم تترك اللوحة ترتاح. اللوحة لما بترتاح في خلايا زيادة بتطلع معك زي ما انتم شايفين يا جماعة.
طبعا هاي لوحتنا، اتمنى تكون عجبتكم، ياريت تحكولي على رأيكم في التعليقات. يا جماعة بكل امانة انه الواحد بتعب في اللوحات وفي الفيديوهات، فارجو انكم تحكولي على رأيكم بالتعليقات، بالشرح، بالتصوير، بالصوت، يعني بهمني جدا اسمع رأيكم. الاهم من ذلك كله، اذا شايفين انه منقدم محتوى جميل او محتوى مفيد، ياريت انكم تشاركوه مع اصحابكم. نخش في الموضوع المفيد الا وهو المسابقة. المسابقة يا جماعة سهلة جدا، هتمسك الفيديو تبع اللوحة تعمل له مشاركة مع احد جروبات الواتساب الموجودة عندك، وشرط معلش انه يكون جروب. هتعمل سكرين شوت وترسل السكرين شوت على رقم الواتس الموجود عندك بالشاشة. يا جماعة رقم الواتس هذا خاص في المسابقة، فأي أسئلة بدكم إياها احكولي عليها في التعليقات، حجاوبكم عليها. هذا كان كل إشي، كان معكم أحمد جابر، أسيبكم بحفظ الله ورعايته، السلام الله عليكم.